أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم قول الرجل إني ولي الله؟ ما أحد يزكي نفسه، ما الذي أدراك أنك ولي؟ ولا تجزم لأحد أنه ولي لله إلا بدليل، ما جاء النص على أنه من أولياء الله يحكم له بذلك. أما من لم يأتي نص فيه فنحن نحسن الظن به ونرجو له أنه ولي لله، ولا نزكي على الله أحدا، ولا نزكي أنفسنا ونقول نحن، هذه قول اليهود والنصارى كما يأتي، نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا من باب تزكية النفس والإعجاب بالنفس. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.